انت عايزة تروح الجنة؟ تريدين رضا الله؟ تريدين الجنة في الفردوس؟ تريدين؟ الحجاب فريضة عليك، فرض عليك، نعم، بنص القرآن وبنص الحديث. اصبري، البسي حجابك واصبري. الحجاب الآن الذي بدأ يتزايد بفضل الله ثم بفضل الفضائيات وعلمائنا ودعاتنا الصادقين، بدأ الحجاب يتكاثر بصورة ملفتة جعلت الكافرين والمنافقين يرقصون الآن رقصة الموت. انت مكسوفة من ثياب العز، انت مكسوفة من العفاف والصيانة والستر. وانا حاسة ان هو بقى ظاهرة، كل صحباتي كانوا محجبين، فقررت ان انا لازم اتحجب عشان ما بقاش مختلفة. يعني انا اتحجبت وانا عندي 18 سنة، وقلعت الحجاب وانا عندي حوالي يعني بعدها بسنة او سنة ونص. قلعت الحجاب علشان حسيت مش عارفة اعمل كده، يعني مش عارفة اكمل في ده، يعني لان الموضوع ما كانش باقتناع من الاول. لكن ما ينفعش اتحجب والبس بنطلون جينز وبادي كارينا خالص، لان مش ده الصح. يعني قبل حجاب انا بنت، وانتي بنت محجبه فلازم اعاملك بطريقه معينه، ما دام انتي بنت مش محجبه يبقى اخد عليكي جدا. لا يا شباب، بتحجبوا علشان الناس بتبص لها بصه وحشه، البنت اللي مش محجبه دي بنت قليله الادب، عشان ده سلوكيات. زي ما انتي بنت مؤدبه محجبه. قالوا لي انت اتحجبتي ليه؟ قلت لهم ان انا بصلي ما ينفعش اكل من غير تحجيبه، لكن اللي هم مش لابسين دول يعني دلوقتي ما بقتش اكلمهم. ان اللي هو لما بيلبس الحجاب بيدخلوا النار. ممكن تروح النار. بسمع عن عمتي اللي هي بتقول حاجات بتخوف، قالت في الملائكه السودا دي قوي والوحشه، السنتين دول بتنزل لهم كده وبيحفروا بهم بالتراب. الواحد اللي هو الوحش الملائكة دي بتجيله. اتضايقت من بابا لما هو لبسني الحجاب غصب عني. فانا لما هو لبسني كنت ساعات بخلعه من وراه وبلبسه قدامه. معرفش ليه ربنا قال للسداد اللي هي تتحجب. Thank you.